أهلا وسهلا فيكم، رمضان كريم. بدنا نحكي عن التسمم الغذائي في رمضان. شو يعني التسمم الغذائي؟ في نوعين من التسمم الغذائي، يا إما بتاكل أنت بكتيريا يعني أكل ملوث، البكتيريا بدها وقت لتتكاثر في الجهاز الهضمي وبتؤدي إلى الاستفراغ والإسهال والآلام في البطن، أو أنت تاكل أكل فيه سموم، يعني موجود البكتيريا وقاعد عم تفرز السموم وقاعد عم تاكل هذا الأكل. في هاي الحالات بصير عندنا التسمم الغذائي سريع جدا، يعني بعد ساعتين أو ثلاثة ببلش الأعراض مثل الآلام، الحرارة، الاستفراغ، المشاكل هاي كلياتها. بشكل عام التسمم الغذائي علاجه فقط السوائل، يعني ما عليك إلك إنك تشرب سوائل كتير عشان تعوض عن الجفاف اللي بصير. في بعض الأحيان ممكن نضطر نعطي مضاد حيوي، ولكن نعطي مضاد حيوي إذا نعملنا زراعة وبين شو نوع البكتيريا. طبعا مسكنات الألم والحبوب اللي هي بتنعطى للمغصات أو التلبك المعوي ممكن نأخذها، ما في مشكلة، ولكن عشان نتجنب هاي الأمور دير بالك على اللي بتاكله، ما تاكل اكل مكشوف، ودائما ضروري جدا الاكل يكون مطبوخ بطريقه منيحه على حراره معينه عشان نتجنب اي تسمم غذائي في الشهر الفضيل. وكل سنه وانتم سالمين.